نبدأ في الفيديو ده نشرح المحاضرة التالتة في الكورس مبدئيا هو عشان نفهم الكمبيوتر اركتكتشر لازم الأول نفهم اللغة اللي الكمبيوتر بيتعامل بيها وهي الماشين لانجوج أو إن إحنا نفهم المستوى الثاني من اللانجوج هو الأسمبلي لانجوج فأنا اترك في في المحاضرة دي إلى التعامل مع الأسمبلي لانجوج من يعني عشان نفهم بعض التفاصيل الخاصه بالاركتكشر بتاع الكمبيوتر. طيب مبدئيا احنا لو كنا عايزين نتعلم هاي ليفل لانجوج فانا عندي انواع كتيرة زي مثلا بايثون وجافا وسي بلس آه... بلس. ليه بستخدم كل واحده فيهم؟ اكيد كل واحده فيهم لها فيتشرز وبالتالي اضطر ان انا اقول لا انا استخدم بايثون لو عايز اعمل ابلكيشن كذا لا عايز اعمل استخدم سي بلس بلس لو عايز اعمل كذا. فكل فيتش كل لانجوج آه ليها فيتشرز آه وليها وقت بنستخدمه آه آه وكذلك السم لانجويج السم لانجويج دي في لانجويجز كتيره كل لانجويج ليها فورمات مختلف آه ليها فيتشرز مختلفه آه طبعا اتفقنا ان السم لانجويج مقسومه انتو تو تايبس اللي هي الريسك والسيسك يا يعني اما عايز تعمل لانجويج بحيث ان الفورمات بتاعه يبقى سمبل او ريديوسد ويبقى عندك ست small number of instructions او ان انت يبقى عندك تلاو ان انت يبقى عندك complex instructions variable length instructions وهكذا فاحنا في الكورس ده نتعامل مع ال ال risk ال risk assembly language هناخد واحده من ال 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 assembly languages اللي هي بتمشي على الفورمات بتاع الريسك او ان هي عايزه تعمل تعمل لانجوج بس تكون الانستركشنز فيها بسيطه. طيب واحده من الاسمبل لانجوج المشهوره اللي هي بتمشي على الاستراتيجي بتاع الريسك هو الميبس اسمبل لانجوج. الميبس اسمبل لانجوج المفروض ان هي ليها اربعه رولز او اربعه برنسبلز بتمشي عليهم بحيث ان انت بتبدا تفورميليت كل الانستراكشنز بناء على هذه الرولز طبعا كل واحده من دول هي يعني هندي بس مثال عليها وعلى اساسها هنبدا نشرح ال ال ده يعني ممكن اقوله بس مش هنعرف نفهمه قوي الا لما نيجي عند ال اللي عند مثال معي تمام فاحنا نشرح في المحاضره دي الميبس اسيمبل language ونشوف الفورمات بتاعها طيب مبدئيا انت لو في الهاي ليفل بتكتب A اكوال B plus C لكن لو في الاسمبلي لانجوج او الميبس اسمبلي لانجوج بتكتب اد اي بي سي يعني ايه اد اي بي سي يعني اجمع لي البي والسي وحط الناتج بتاعهم في ايه زي هنا بالظبط احنا بنحط الديستنيشن هنا وبعدين هنا ايه سورسز او الحاجتين اللي هيجمعوا بتحطوا هنا ف هتلاقي ان الانستراكشن الادشن انستراكشن الموجوده في الاسامبلي تتكون من كذا جزء اول حاجه جزء الاوبريشن بتقول انت عايز تعمل اد ولا صب ولا اند مثلا او ايه وبعد كده الاوبرنس بتوعه او الحاجات اللي هي البارامترز بتاع الفانكشن هتلاقي في سورس اوبرنس وفي حاجه وفي ديستنيشن اوبرنس السورس اوبرنس دول اللي هم البي والسي والديستنيشن اوبرند ده اللي هو الايه هتلاقي هو اللي بتحط فيه الريزلت وهتلاقي هو بتحط جنب الفانكشن على طول اوكي okay؟ طيب آه لو انت عايز تعمل سبتراكشن نفس الفكره a equal b minus c فيبقى عندي انستراكشن اسمها سب بعمل سب a b c يعني شوف لي ال b ناقص ال c والناتج بتاعها حط في ال c في ال في الـ a ويبقى الصب هي الاوبريشن والبي والسي هم الاوبرن سورسز والاي هي الديستنيشن operand او الديستنيشن بارامتر يعني طيب فكرة إن أنا يبقى عندي أد أي بي سي وصب أي بي سي يعني مهما كان الأوبريشن دايما همشي في فورمات واحد وهو إن أنا هبريزنت الأوبريشن بتاعتي مثلا على على ثلاث حروف ممكن من ثلاث لأربع حروف مثلا من ثلاث حروف أحطها في الأول وبعد كده يبقى عندي ثلاثة بارامترز ثلاثة بارامترز وتيفر اسم الأوبريشن يبقى أنا دلوقتي إيه السمبلستي فيفر ريجولاريتي يعني عشان أعمل جنراليزيشن يبقى لازم أتبع استراتيجي سمبل في بناء الانستراكشن ده البرنسب الاولاني ان انا معظم الانستركشنز بمشي على فورمات شبه بعض اوكي طيب جيت مثلا انا هنا في الهاي ليفل لانجوج قلت ايه ايكوال بي بلس سي ماينس دي المفروض بقى ان انا اروح قايل ايه مثلا سب سي دي والناتج بتاعها اللي هو الايه بدل ما احط الايه احط الاد بتاع مش عارف ايه يعني احط كومبلكس انستركشن فده مش بيحصل في الاسمبلي انت هنا تقدر تحط في الهاي ليفل لانجوج سبتراكشن واديشن وكذا ارثمتك uh, اوبريشن في نفس اللاين او في نفس الايه uh, السطر لكن في المبس ما ينفعش لازم بتقسم ده كله لايه ل uh, uh, سطور كتيره يعني مثلا انا اول حاجه اعملها اقول مثلا السي ماينس الدي هطرحهم من بعض والناتج احطه في حاجه ونفرض التي يبقى صب السي والدي والناتج احطه في التي uh, ده اي لتر uh, انا استخدمته بعد كده هتعمل ايه؟ ناتج الطرح ده اللي انت حطيته في التي هتجمعه على البي وبعد كده تحط الريزلت في الـ ايه يبقى اد ايه والتي والبي يبقى اد ايه والبي والتي يعني تجمع الاثنين دول مع بعض في الايه؟ في الايه؟ الاهم من الديستنيشن هو اللي اتحط الاول. طيب طبعا الـ اختلاف البارامتر ده بي تي او تي بي مش هيفرق في الجمع لكن هيفرق في الطرح ما ينفعش اقول سي دي ومش هي دي سي الصب بطرح ده ناقص ده. طيب ف اللي حاصل ايه هنا؟ اللي حاصل ان انت ما ينفعش تعمل كومبلكس انستراكشن في الميبس تحول الكومبلكس انستراكشن اللي عندك انتو سمول يعني سيت اوف سمبل instructions صب كذا وكذا وبعدين اد كذا وكذا وده البرنسبل الثاني اللي هو ميك ذا كومن كيس باست يعني انا بحاول اخلي الانستراكشن او الفورمات الموجود هو اللي يبقى يعني دايما هو اللي بستخدمه كتير ما فيش حاجه اسمها اعمل كومبلكس انستراكشن لا استخدم انستراكشن بفورميت كومن كتير ولان انا استخدم انستراكشن كومبلكس اوكي ده البرنسبل التاني اللي موجود في المفس طيب ان uh, جنرال يعني فكره ان انا استخدم الريسك وعايزه استخدم السيسك فيعني يعني لو حصل استخدمت السيسك السيسك ده اه هيبقى كومبلكس انستراكشن بس بالاضافه برضو هي... هي... تضطر ان هو برضه هتضطر ان انت تستخدم هاردويرز اكتر عشان ت الاوبريشن operation بتاعتك، يعني انت هتحتاج ان انت يبقى في كوست عندك التعامل مع السيسك SISC simple language. آه, لكن الـ risk بت minimize the hardware complex. يعني بتقلل آه، احتياجك لان انت تضيف hardware ثانيه اوكي؟ okay؟ طيب. آه، دلوقتي ده شكل الكود بتاع الهاي ليفل وده شكله في ال الاسم لانجوج هل انا بقى لما باجي اقول اد اي بي سي انا كده يعني انا كده خلاص ده اسمبلي فعلا لا انا بس بشرح لك الاسمبلي واحده واحده ولكن الفكره ان المابس اسمبلي لانجوج بتبدا بتبدا ان هي تعبر عن كل لتر من اللترز دي من إن هي بتسيب الفاليو بتاعته فين في في ريجستر معين او في مكان معين في الميموري. فالميبس سيميل لانجوج بي, بي يعني بيحط الداتا على هيئه 32 بت، انا معايا اثنين، ما اعرفش لحظه. معايا هنا ميموري السايز بتاعها 32 تمام؟ وابدا ان انا جزء اقول ان مثلا الايه هتاخد كم بت والبي هتاخد كم بت والسي هتاخد كم بت؟ ومثلاً اسم الاوبريشن ياخد كام بت وهكذا فانا بيبقى عندي 32 بت ده, ده دي رول في الميبس اسيمبل لانجوج ان انت الميموري المتاحه ليك 32 بت طبعا بنسميها 32 بت او بنسميها 32 ريجستر لان ريجستر بيبقى ايه كل 1 بت تمام فمعايا 32 بت او 32 ريجستر كل ال 32 دول بيتقسموا بشكل معين ولنفرض مثلا 5 بتس للاي و5 بتس للسي و5 بتس مثلا هنا الاي وهنا البي وهنا السي مثلا يعني. وهاجي هنا اقول له انا عايز اعمل اد عايز اعمل اد فالاد هتتسقف في كام؟ طبعا الاد هتتسقف دي مثلا اقول لك في 6 بت. يعني ايه الاد هتتسقف في 6 بت؟ يعني انت عشان تقول ان انا عايز اعمل اد لازم يكون عندي كود هيتسقف في 6 بت بيربريزنت الاد. ونفرض الكود مثلا بتاع الاد اسمه 20 يبدا او 10 مثلا ابدا اعمل ريبريزنتيشن للاد في 6 بيتس بس بما الباينري نمبر بتاع ال 10 مثلا 0 1 0 1 وابدا احط ايه صفرين ثانيين عشان اكمل ال 6 بيت يبقى ايه؟ يبقى ان انت هبدا ريبريزنت الاوبريشن دي كده ده, اللي قدامك ولكن هو الطبيعي ان انا في وقت من الاوقات هحول الدنيا دي انتو باينري فانا هسيف الانستراكشن دي 32 بت او 32 ريجستر وفي وقت من الاوقات هبدا احول الانستراكشن دي انتو باينري عشان تحول لماشين كود وتبدأ تتنفس فدي ده آه الدنيا تمشي ازاي في المبس. طيب فهنا المبس اس كولد 32 بت اركتكتشر لانه بيستخدم 32 بت داتا وهو ماشي بكونسبت ان ان انا طبعا استخدم سمول نمبر اوف ريجسترز ليه؟ لان الطبيعي ان انا عندي البروسيسور بيبقى موجود هنا والميموري بتبقى موجود هنا والميموري دي عباره عن ريجسترز كتيره او او مكان بضيف فيه الداتا وبضيف فيه الانستراكشن الداتا وبضيف فيه الانستراكشن انا لو جيت آآ آآ خليت مثلا الانستراكشنز دي تبقى موجوده هنا في البروسيسور تمام بحيث ان انا ما افضلش ايه راي اقرا الانستراكشن وبعدين اجي انفذها وبعدين احط الريزلت ومش عارف ايه لا ممكن احط مثلا الانستراكشنز كلها هنا تبقى ايه تبقى مالها قريبه من يعني ده ده كل ده جوه البروسيسور احط الانستراكشن جوه البروسيسور هتبقى قريبه اولا ان انا احط الانستراكشن جوه بروسيسور دي حاجه كويسه تاني حاجه ان انا اخلي الانستراكشن دي ليها سايز معين وهو انها تبقى صغيره فكره ان انا احط فيه 32 بت بس ده بيخلي الدنيا سريعه بدل ما ابدا ادور في الميموري الطويله دي كلها لا بدور في 32 بت ريجستر بس فدي فكره الميبس ان انا هسيب الدنيا في 32 بت بحيث ان 32 ده رقم صغير وهيساعدني ان الاوبريشن بتاعتي تبقى سريعه يبقى تو بي اكسسد ايه كوكلي uh, طيب uh, وهو ماشي طبعا ده الكونسبت التالت اللي هو سمولر از فاستر ان انت لو استخدمت ريجسترز 32 بس او سمول نمبر اوف ريجسترز يبقى انت كده ايه uh, الرول بتاعته ان انا بحاول استخدم uh, عدد قليل من الريجسترز وعشان اكيد هبقى ابقى اسرع ليه هبقى اسرع يعني مثلا لو جيت قلت لك uh, انت بتدور في library او بتدور في مكان كبير على معلومة تقعد مثلا ونفرد تدور في يوم لكن لو أنا قلت لك أكيد المعلومة دي موجودة في الكتاب ده أو في الكتابين دول يبقى أنت أكيد توصل المعلومة أسرع فلو أنا عملت سيبرت للداتا والانستراكشنز وخليت ان في ميموري خاصه بالانستراكشن بس وكمان خليت الميموري بتاع الانستراكشنز الساس بتاعها قليل او له فورمات ثابت أه اللي هو 32 ريجسترز هيبقى انا ايه هوصل عليه هبدا انفذ الانستراكشن بشكل اسرع اوكي okay؟ طبعا ده شكل ال ال 32 ريجسترز لو هنرتبهم هم بيبداوا الاندكس بتاعهم مثلا بيبدا من الزيرو فتبقى عندك الانستراكشن اللي هو سوري الريجيستر 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 لما انزل تحت 31 فمن 0 ل 31 ده 32 ريجستر كل ريجستر مش عشوائي كل ريجستر لأن الريجستر, الريجستر الاولاني ده بحط فيه الزيرو هاجي في مره من مرات اقول ان انا عايزه استخدم الرقم زيرو ولنفرض الاوفست مثلا ان انا عايزه اروح للميموري اول اندكس في الميموري فبقول الاوفست بتاعي زيرو يعني انا مش محتاج ان انا اخلي البروجرام كاونتر بتاعي يمشي بعيد فبقول الريجستر الاولاني هيبقى بيماب ريجستر زيرو اللي هيكون فيه قيمه زيرو طيب في بعض الريجسترز طبعا دي ريجسترز كتيره ولكن بعض الريجسترز هي الموست كومن يوزد في الكورس او اللي هو احنا يعني هنخلينا هنستخدمها اكتر في الكورس عندنا مثلا الريجستر اللي هو اثنين وثلاثه يعني الريجستر الثاني يعني اللي بياخد اندكس اثنين وثلاثه يعتبر الثلاثة والربع دول بي ريبريزنت ريتيرن فاليو للفانكشن يعني لما انت عندك جيت في مره من المرات عملت اسيمبلي كود في بتعرف فيه فانكشن فالفانكشن المفروض ان هي بتاخد بارامترز وبتاخد وبتطلع ريتيرن فاليو فلو هتريبريزنت ريتيرن فاليو هتعمله له ريبريزنتيشن في ريجستر اللي بياخد اندكس 2 و وبنسميه ريجستر في 0 وفي 1 تمام ريتيرن فاليو يعني أه ولو انت عايز تبريزنت الأرجمنتس أو البارامترز اللي الفانكشن بتاخدها بتقول أه الـ a0 a1 a2 a3 فانت مسموح لك أربعة بارامترز بس a لأي فانكشن هتعملها في الـ طيب لو أنا جيت مثلا عايزة أقول add a b c فأنا عايزة أحط في السي حاجة وأحط في الدي حاجة والناتج أحطه في الـ a. فمالها الـ a والسي دول عبارة عن values أو أو variables عندي في في الكود عايز أسيّف فيهم values زي أنت x equal 3 كده. ده ده يعتبر الاكس او فاريبل عندي في الكود آه عايزه اقول ان في في فاريبل انا عايزه احط فيه فاليو معينه آه فعندي كام آه عندي والله 8 8 ريجسترز خاصه بيه يعني عندك 8 فاريابلز بس متاحين لك في الكود 8 فاريابلز طيب افرض انا عايز اكتر فيبقى أنت في الحالة دي تستخدم التمبوراري فاريبلز يعني أنت هتحاول تاخد من حاجة تحطها في حاجة وبعدين الحاجة تحطها في حاجة تانية يعني حاجة مؤقتة يعني. فيبقى أنت برضو عندك تمانية فاريبلز تانيين اسمهم تمبوراري فاريبلز. طبعا هيبان هيبان وإحنا شغالين الفرق بين الـ T والـ S بس دي معظم الحاجات اللي هو الـ Saved Variables والـ Temporary Variables والـ Function Arguments والـ Function Return Value والـ Constant Value أوكي؟ okay? طيب. فانا عندي 32 بت 32 ريجستر مترتبين ترتيب معين عايز تعمل حاجه بتروح تسيب الحاجه دي في الريجيستر ده مش هينفع اروح ما ينفعش تحطه في اي ريجستر تاني طيب خليني مثلا ابدا بقى اشوف الهاي ليفل كود لما كنت حاطاه عادي في الاسيمبلي كود العادي بتاعها اللي هو الاي بي سي ابدا اشوف بقى ان انا احطه ازاي

وبعدين هحط هنا الادرس بتاع الريجستر انا الادرس الاولاني الريجستر الاولاني او الثاني او فبما ان الاي هتحط في الاس 0 فانا هحط هنا اس 0 بما ان البي والسي هتحطوا في 1 و2 فانا هحط هنا 1 و2 فيبقى عندي اد اس 0 اس 1 اس 2 طبعا انا لو كنت بدلت اي حاجه من هنا فده هيتغير برضو لان انت بت... انت اللي قايل انا هحط الاي في انهي ريجستر اوكي okay؟ طيب افرض مثلا انت عندك الاي ايكوال بي بلس سي ماينس دي فاحنا اتفقنا طبعا ان ان الانستراكشن دي انا ابدا اقسمها انتو سمولر انستراكشنز سب واد وطبعا انا ممكن اعمل اد الاول يعني دي الاوبريشن السطر ده يعني ماثيماتيكالي عادي لو عملت الاد الاول بس ساعات بيبقى في اقواس وكده بس مش مش مشكلتنا دلوقتي المهم لو انت عندك هاي ليفل كود وقلت في بلس وفي ماينس او في اد وفي سبتراكت بنقسمها انتو تو انستراكشنز نفس الفورمات ونبدا ان احنا ناخد الاوت بتاع الاولانيه ونديه ناتج لل نديه انبوت للثانيه مبدئيا انا عندي A B C D فانا عندي اربع حاجات محتاجه ان انا اتعامل معاها فمثلا اس 0 هحط فيها الاي واس 1 هحط فيها البي واس 2 سي والاس 3 هحط فيها الدي يبقى لو عايز اعمل صب صب للسي والدي واحط ناتج في حاجه السي والدي هم ايه اس 2 و 3 فاقول صب للاثنين والثلاثه واحط الناتج بتاعهم في ايه في تمبوراري بحيث ان الناتج اللي اسمه تي ده هحطه هنا بحيث ان هو ده يبقى الناتج اللي عايز اعمل بي وتي او اللي هنا مع مع الحاجه اللي نتجت اللي هي تي فهقول تي زيرو وبعدين البي كانت مسيبه فين في اس واحد فيبقى اس واحد وتي 0 تمام والناتج بتاعهم آه يعني بعد كده هقول الاد احطها في ال الايه والايه عندي كنت حاططها في اس 0 اوكي هيبقى سب تي 0 اس 2 اس 3 والاد اس 0 اس 1 اس 3 اوكي طبعا دي شكل الايه يبقى في حاجه اسمها كومنت في الانستراكشن في الـ في, الـ في الاسمبلي الكومنت بيكون بيبدا بالهاش كود دي وبتحط هنا بس بيبقى سطر واحد بس ما ينفعش اعمل اكتر من لاين اكتر من لاين اوف كود يعني ما ينفعش اللي هو بعمل اكتر من كومنت من غير ما احط العلامه دي لازم يعني بعمل كومنت في سطر واحد بس كان في اي في البايثون مثلا بتعمل كومنت لاكثر من سطر آه ما ينفعش لازم كل سطر تحط فيه العلامه دي لو هيبقى كومنت يعني طيب آه لو فهمنا قوي عايزين نعمل الاوبريشن دي لو انا عندي مثلا a equal b minus c والاف equal g plus h minus i plus j انت دلوقتي هتقول انا هحط الـ A والـ B والـ C في S2 0 1 1 و2 طيب والـ والـ F الـ F G H I هحطها في S3 4 5 6 7 تمام عايز تعمل ايه الاول عايزه مثلا لو انا دي هبقى عايزه اعمل صب للـ B والـ C واحط الناتج في الـ A الـ B والـ C اللي هي S0 S2 والناتج بتاعهم هحطها في S0 يبقى صب S0 1 2 S0 S1 S2 ده معناه ان انا عايزه اعمل ايه ايكوال بي ماينس سي طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل اد للجي والاتش صح كده؟ وبعدين هعمل اد للاي والجي والناتج بتاع ده والناتج بتاع ده اعمل له ايه؟ اعمل له صب اوكي؟ فالجي والاتش الجي والاتش اس 4 واس 5 فاعمل اد للاس 4 واس 5 والناتج احطه في تي آه زيرو بعدين الاي والجي اللي هي اس 6 و7 يبقى 6 و7 اعمل لهم اد بحطه في تي 1 طيب بعد كده هطرح الاثنين دول اللي هو مين تي زيرو تي زيرو ناقص تي واحد لازم تي زيرو الاول هتي زيرو ناقص تي واحد وبعدين بعدين احط الناتج في كام في, في اف اللي هو كان اس 3 يبقى صب اس 3 اه والتي زيرو والتي واحد ده معنى السطر ده طيب ااا بعد كده في انستراكشنز ثانيه Uh, uh, وهو ان انا ممكن اعمل اد لرقم كونستنت مش لازم اعمل اد للبي والسي ممكن اعمل بي واربعة بي وخمسة بي وخمستاشر ده نوع تاني بقى من الانستراكشنز uh, بس برضه هيمشي بالفورمات بتاع ان انا عندي اوبريشن عندي ثلاثة بارامترز uh, بس الاوبريشن دي بما ان هي uh, هعمل اد مثلا ايه ايكوال ايه ايه ايكوال ايه بلس 4 يعني يعني عملية جمع بس عشان أقول إن أنا بجمع مع رقم كونستانت فبقول اد أي اد أي دي يعني اميديت أو كونستانت اد اميديت لأن أنا هجمع مش محتاجة أقرأ من الريجستر أنا الفاليو عندي موجودة في المعادلة تمام فا اد وعايزه اعمل ايه؟ اقول ان انا عايزه اجمع الاي والناتج يعني احط الناتج هيبقى ايه بس الانبوت هيبقى ايه واربعه فطبعا انت هتسيب الاف اس 0 فيبقى اد اي اس 0 واس 0 واربعه دي ايه؟ آه دي الاد اميديت او انستراكشن ثانيه في المبس آه بحيث ان انا بجمع آه رقم آه يعني رقم ثابت آه كونستانت مش حاجه مسايبه عندي في ال في ريجستر في طبعا انا ممكن اعمل طرح ممكن اقول آه مثلا المفروض ان احنا اللي فهمناه ان انا اقول سب اي آه كذا وكذا وسالب 12 صح كده؟ بس هي الفكره ان ما فيش سب اي في اد اي يعني الاثنين يعتبروا اد وانس ان انت جيت في مره حددت ان هو سالب يبقى انت اد فهو بيقلل يعني نو سب اي انستراكشن وعشان كونسبت الايه السمبلستي هيبدا ان هو عايز تعمل اد تعمل تعمل تاد كونستانت يبقى اد اي عايز تعمل اه تطرح كونستانت يبقى اد اي برضو بس تحط الرقم هنا سالب اه اه ان جنرال وهنشرح كده في ال في ال يعني بعد شويه ال ان الرقم الثابت بيتسيب في 16 بت اه ما بيبقاش يعني بيبقى له فورمات معين برضو يعني مثلا لسه طبعا ما كلمناش على الفورمات او النمبر اوف بيتس بس ان جنرال يعني اه ان الرقم ده بيتسيب في 16 بت لما نيجي وقت ان ان انا سيب او ان انا احول الحاجه دي انتو باينري هتلاقي ان الرقم اللي في الاخر لو انت بتعمل اد ده 16 وده في 16. طبعا التعامل مع الموجة مختلف عن التعامل مع السالب وايه؟ وهنشرح. طيب البرنسبل الرابع اللي هو جود ديزاين ديماندز جود كومبروميسز يعني ان انت علشان تعمل تصميم كويس بتضطر ان انت تيجي في مره تقول ايه؟ لازم ما يمشيش على نفس الفورمات لان انا لو انا مشيت كل الانستراكشن على نفس الفورمات طب ممكن مش كل الانستراكشن تاخد داتا بارامترز اعمل ايه؟ يعني هحط التالت ايه؟ احط زيرو طب انا ممكن اكون الزيرو دي معناها ان انا هضرب وانا كده مثلا هبوظ المعادله فمش كل الانستراكشنز هتبقى ان هي تو بي اكسبتد ان هي تتحط في في نفس الفورمات فهنضطر ان احنا عشان نعمل ديزاين كويس ان احنا نعمل تنازلات وهو ان انا اضطر اعمل فورمات تاني للانستراكشن فهيبقى عندي كذا simple instruction type، كذا simple instruction type، تمام؟ طبعاً الـ instructions دي أو عندي ثلاثة instruction format اللي هو الـ R-type والـ I-type والـ type أم... كل اللي إحنا شرحناه اللي هو مثلاً من add و sub ده في الـ R-type، الـ type معناه أن إنت عندك ثلاثة بارامترز ومحتاج ريجسترز ار يعني اه يعني ار يعني ريجسترز فانت محتاج تستخدم ريجسترز اللي هو ريجستر بتساوي في اي وبي وسي فكل الدنيا عندك ريجستر فيعني فيعني جيت بعد جيت بعد كده احتجت ان انا عايزه اجمع رقم ثابت فالرقم الثابت مش محتاج اروح اسيبه في الميموري واجي هو اصلا رقم موجود عندي في المعادله يبقى ايه؟ يبقى اي تايب اللي هو immediate تايب هبدا يبقى له فورمات مختلف هتوضح الدنيا دي بس بعد شويه اوكي فالميبس اسيمبل لانجوج ده ريسك اركتكتشر بلي اربع رولز كل رول لها معنى لازم انت تستخدم انستراكشنز بسيطه لازم تخلي الانستراكشن البسيطه هي اللي مستخدمه كتير ما تحاولش تستخدم كومبلكس انستراكشن في والسمولر اس فاست يعني هيستخدم 32 انستراكشن uh, شوري 32 بيت او 32 ريجستر بس عشان ان هو يبدا يدور في مكان قليل بعدين في بعض الاحيان هيضطر يغير الفورمات ده يعني بشكل بسيط يعني ولكن عشان يبدا يقللوا سيت اوف انستراكشنز ثانيه منطقي هيتم استخدامها يعني فعندي ثلاث انواع من الانستراكشنز اللي هو اي تايب وار تايب وجي تايب هنشرحهم في المحاضره الجايه اوكي okay. طيب دي كانت المحاضرة دي شوف بس لو في حاجة ما طيب طيب هنتقابل المحاضرة الجاية ونشرح فيها الار R type تايب I type, وال -G type ونعرف ازاي ممكن نحول من assembly لـ machine language عشان يبدأ التنفيذ في الـ instruction ان احنا نبدا ننفذها ما مش هينفع ننفذها لما نحولها لباينر